بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. فوجئت المناطق المغربية في الجنوب، وخاصة مدينة الصمارة والمحبس والفرسية، فوجئت بقصف للأحياء السكنية. كثر التخمين في شأنها ومن يقف وراءها، وانتظر الكثيرون من أن يخرج اللاعبون في المنطقة بخبر واضح يبين من الذي كان وراء ذلك. وكنا نتابع ذلك عن كثب، ولا نستبق الأحداث حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وتظهر الحقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. وكل التخمينات كانت تشير وتتوجه إلى تلك الجبهة الانفصالية الشيوعية التي لا زالت تستخدم كأداة لزرع الفتنة عياذا بالله، وتأخير هذا البلد ومنطقة غرب إفريقيا، تؤخرها إلى ما شاء الله، وتجعلها خنجرا يقسم المنطقة ويحرمها من ثمار التنمية التي كان من المفترض أن يقوم بها سكان شمال إفريقيا والغرب الإسلامي برمته. إلى أن خرجت جبهة البوليزاريو، هذه الجبهة الانفصالية اليسارية الشيوعية، يوم الأحد، حيث قالت إن مقاتليها، لكي تقطع الشك باليقين، إن مقاتليها شنوا هجمات جديدة ضد القوات المغربية المتمركزة في مناطق بالصحراء المغربية، وذلك بعد ساعات من إعلان مغربي عن تسجيل انفجارات بمدينة الصمارة. على كل حال، الكل كان يفترض أن الذي يتجرأ على فعل ذلك هي هذه الجبهة الانفصالية اليسارية التي يغلب عليها الإلحاد، وتعمل عياذا بالله ضدا على مصلحة هذه الأمة في تمزيق هذه المنطقة حتى لا يجتمع لها شمل، وتقوم بتحقيق مقاصد أعداء الأمة في أن تظل هذه الأمة مشرذمة إلى ما شاء الله. إذن الآن عرفنا من المسؤول، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. هذه العملية أدت وكانت تستهدف المدنيين إلى خسائر بشرية، حيث استشهد أحد المغاربة رحمه الله وتقبله الله في عداد الشهداء، وثلاثة جروحهم تختلف، اثنان جروحهم جروح يعني عميقة ويحتاجون إلى العناية المركزة، وأما الثالث يعني اللي هو الرابع في المجموع قد عاد إلى بيته بعد أن تلقى الإسعافات الأولية. ولذلك فنحن من هذا المنطلق نعزي عائلة الشهيد، سائلين الله تعالى أن يقبله في عدد الشهداء، ونعزيهم ونسأل الله تعالى أن يربط على قلوب ذويه، ثم نسأل الله تعالى للجرحى أن يعجل بشفائهم، وأن يعودوا سالمين غانمين إلى أهليهم، لكي يتموا بإذن الله تعالى المهام والمسؤوليات المنوطة بهم في هذه الحياة. هذا حول هذه العملية، من كان وراءها الحمد لله، ثم بإذن الله تعالى هذه الخسائر، إلى جانب بعض الخسائر المادية في بعض السكنات كما يقال، أو لمساكن المواطنين العادية. بناء على هذا، فإننا كشعب المغربي يعتبر القضية المغربية للصحراء قضية منتهية، وأنها خط أحمر، وأنه لا تساوم فيها، وأن جميع من يعمل على زعزعة استقرار ذلك البلد فهو يجلل وجهه بالخيانة، ويقوم بتحقيق مقاصد أعداء الأمة في إثارة عياذا بالله هذه القلاقل. فبدل أن ينكب أبناء المنطقة
على ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن يجمعوا أمرهم ويحشدوا طاقتهم في مسألة القيام بكل ما يلزم لكي نتقدم بإذن الله إلى الأمام، فنقوم بدورنا الحضاري بالشهود على الخلائق كأمة إسلامية. هؤلاء يقومون بإشغال هذه المنطقة كما يتم إشغال المسلمين في كل مكان عن طريق هذه القلاقل الكثيرة التي توجد حبالها بيد أعداء الله يحركونها كيف يشاءون. ولذلك فإننا نطالب بالتعامل بحزم مع هؤلاء لقطع دابرهم البتة، هذه الأولى. والقوات المسلحة الملكية قادرة على ذلك، وهي على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها. ثانيا، تبين هذه العملية أنه يحتاج الأمر أيضا إلى زيادة اليقظة والعين المفتحة استخباراتيا وأمنيا، حتى لا نفاجأ في المستقبل بعمليات تشابهها. فلا بد إذن من زيادة اليقظة. الثالث، لا نتكلم عن من يكون وراء هؤلاء ومن يسلحهم ومن يعينهم، وإننا حينما سمعنا أن أحد السفراء الإيرانيين في الجزائر في مدة سابقة يقول ويهدد المغاربة ويقول لو لم نفعلوا كذا لقمنا بإعادة الصحراء في ظرف ساعتين، وكما يقول إذن هنالك يد خارجية لا تريد لهذا البلد الاستقرار، وهي متغلغلة، وهي تعمل والعياذ بالله في هذه المنطقة وحيثما وجدت القلاقل. إنهم الروافض. رابعا، أنتم ترون أن هؤلاء يستهدفون المدنيين في وقت بوصلة الأمة كلها متوجهة إلى غزة، غزة الثابرة المثابرة الصابرة المرابطة بأشلاء نسائها وأطفالها وشيوخها. إنها تعبد الطريق بكل هذه التضحيات لتحرير الأمة كلها. فجزاهم الله خيرا ورفع الله قدرهم وتلقى الله شهداءهم بالقبول وحشرهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي الوقت الذي تتوجه الأمة اهتماما وتفكيرا وحشدا لكل الطاقات من أجل الوقوف إلى جانب إخواننا، وتأتي هذه الحوادث لإشغال الأمة بأمور أخرى. من المستفيد من هذا في هذا الظرف بالضبط؟ أليس يريدون أن يحرفوا بوصلة الأمة فيغيروا توجهها واتجاهها من غزة والقدس وأولى القبلتين والثانية المسجد والثالث الحرمين المصر والمعراج لرسول الله، تحور والعياذ بالله إلى هذه القلاقل الإقليمية؟ فهذه خدمة مجانية لأعداء الأمة. ثم خامسا، إذا كان المستهدف هو المدنيين، فما الفرق بين البوليزاريو، هذه الجماعة وهذا التنظيم اليساري هذا التنظيم والعياذ بالله الذي نسميه دائما الانفصالي؟ ما الفرق بينه وبين أعداء الله تعالى هناك على أرض الإسراء والمعراج الذين يستهدفون المدنيين؟ فالعقلية واحدة والمرجعية واحدة، وأعداؤكم المسلمون وقصدكم هو التفريق في الأمة. فنسأل الله تعالى سبحانه عز وجل أن يريح بلدنا والمسلمين من كل من يستهدف استقرار هذه الأمة لكي تتفرغ لخدمة أبنائها. وبذلك وجب البيان والبلاغ، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.